لنا يعني هي بتسأل سؤال بقى، بتقول هو الإنسان ليه خاطر عند ربنا؟ نعم يعني عايزة تطمن نعم للموضوع له ده. له جاه عند الله سبحانه وتعالى وله خاطر، والخلق عيال الله، والله سبحانه وتعالى زي ما نقول كده أنت عارف يدلل عباده، الله يدلل عباده الله. يعني وما بكم من نعمة فمن الله، ده بيدلل، يقول لك ده أي حاجة بديها لك مني أنا عشان الله يتحبب إليك بالنعم، وللأسف نحن نتبغض إليه بالمعاصي. فيعني الله سبحانه وتعالى يحبنا، والله سبحانه وتعالى هو الرازق هو المدبر لأمورنا، فثقي بأنك لك مكان عند الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويحب أن يقضي حوائجهم. وبص الحادثة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس هو والصحابة فوجد امرأة تبحث عن طفل صغير لها بين يعني اللي كان في أسرى في معركة من المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة أمسكت طفلها وألصقته ببطنها وألقمته ثديها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الصحابة يقول انظروا إلى هذه، أهي ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أحن على عباده من هذه بولدها. فشوف قد إيه إحنا بنقول للأم أو للأب ادعي لي وبقى فرحانين أو إنه راضي عنا، الله سبحانه وتعالى أحن بنا من أبائنا وأمهاتنا. ويمكن واحدة من أهم تجليات هذه العلاقة بين الإنسان وبين ربه أن كل واحد يقول للتاني ادعوا لي يا أخي. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ادعي لي بلسانك انت. نعم ادعو لي بلسان لم اعصي الله به، الله كما الله قالوا يعني الله. نعم.